صباح الخير عن جديد مشاهدينا، برحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا بهالفقره، فقره هيلث. راح يكون مع دكتور هادي الهاشم، هو جراحه نسائيه وتوليد واختصاص عقم والحفاظ على الخصوبه والمدير الطبي لمركز مار يوسف الطبي بالاشافيه. صباح الخير. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا راح يكون يعني هو موضوع الساعه اذا فينا نقول، الحفاظ على خصوبه النساء، خاصه الاشخاص اللي بيكونوا بعد ما اقدموا على الزواج واللي للاسف عم بينصابوا بسرطان الثدي. وعم نلاحظ هلا، ما بعرف اذا اصلا كان موجود، او عم نلاحظ اكثر انه في اشخاص ما دون ال 30 او ال 35 سنه عم بيصابوا بسرطان الثدي، وعم بفكروا انه نحن طب بدنا نتجوز نعمل عائله، كيف فينا نتخطى هالازمه؟ بدايه قديش نسبه النساء اللي حاليا تقريبا عم بيصابوا بسرطان الثدي، ونوعا ما بيكونوا يعني من الفئه العمريه الجان اذا فينا نقول؟ هيك سرطان الثدي هو اكثر سرطان انتشار عند النساء، يعني تقريبا عم نحكي 15% هو خطر الاصابه بالسرطان، والخطر بيزيد مع العمر. ولكن بسرطان الثدي تقريبا عندك حوالي 10% بيصيروا عند النساء ما قبل عمر 45، دونك عم نحكي نساء بعدها بعمر عبالها تجيب اولاد وفيها تجيب اولاد. فاذا هذا البرسنتاج مهم، واكيد في عندنا غير كانسرز بصيبوا النساء بهالفتره من العمر يلي بعد بدهم يجيبوا اولاد. دونك هذا موضوع الحفاظ على الخصوبه صار مهم اليوم، لانه النساء عم تتاخر تجيب اولاد، دونك بهالفتره العمر بين 30 وال 40 في كثير ما عندهم اولاد بعد، وبهالفتره خطر الاصابه بالسرطانات عم بيزيد مع العمر، من بينهم سرطان الثدي. شو الخطوات اللي لازم تتبع عند تشخيص المراه بالاصابه بسرطان الثدي، خاصه انه هي بعد ما انجبت يعني اطفال؟ نحن اليوم بتعرفي بالطب صرنا كثير مجال اختصاصات، بطل في حكيم بيحكم كل شيء. سو المراه لما يصير عندها او عندها تشخيص سرطان الثدي بدها تروح عند جراح اخصائي بسرطان الثدي، وتروح عند حكيم للسرطان، وهن الاثنيناتهم حيحاولوها اول ما يصير في تشخيص عند اخصائي حفاظ على الخصوبه. يعني اليوم فيرتيليتي بريزرفيشن لها اسم، هيدي صارت الفيلد اسمه اونكو فيرتيليتي، يعني الخصوبه عند النساء اللي عندهم سرطان. اليوم نحن صرنا مفروض نكون بقلب هالجروب يلي عم يشوف مريضه من الاول، مش انه بتروح تتعالج وبعمل تتعالج بتجي لعنا. اليوم كل المجتمعات العلميه بتقول واضح، كل ما يصير في عنا تشخيص مرض سرطاني وحتى غير امراض مزمنه، يعني حتى امراض داخليه مع الزيتيه، حتى الاندوميتريوسيس، لازم الحفاظ على الخصوبه يكون ضمن الاولويه، يعني لانه نسبه الشفاءه عاليه. يعني اليوم سرطان الثدي لما يتم تشخيصه بكير نسبه نجاح فوق 90%. دونك بطل التفكير انه والله هذا سرطان وان شاء الله تعيش المراه، المراه حتعيش، بلشنا نفكر بالكواليتي اوف لايف تبعها ما بعد السرطان، واكيد الاولاد والعائله شيء مهم بهالكواليتي اوف لايف. طبعا شو التقنيات اللي حاليا عم تتبع للحفاظ على الخصوبه؟ قلت لك مهم انه نحن نشوف المريضه بالاول، لانه العلاج حيكون بياخذنا بعين الاعتبار. نحن في عندنا عده علاجات، ولكن بضلوا الجولد ستاندرد، يعني هو احسن شيء ينعطى، هو من على تحريض اباضه بيتم تجميد البويضات. هيدي اليوم الطريقه الافضل طريقه، لانه المشكله بالسرطانات وبالعلاج تبعهم ما بنعرف كيف هالعلاج حيأثر على الخصوبه. اللي اكيد انه بيأثر، بس مشكله نفس الشيء عن كل النساء. اوكي، خاصه اكيد بناخذ باعتبار العمر، نوع الشيميوثيرابي اللي حتاخذها، حتى اذا في جراحه بالحوض، حتى اذا في راديوثيرابي، عمر المراه، كل هول بياخذهم بعين الاعتبار. سو نحن بنفوت على الخط وبدنا نعطيها علاج حسب هالعلاج اللي حتاخذه. بضلوا الجولد ستاندرد اللي هو على طول نحن بننصح فيه، هو تحريض اباضه وحفظ البويضات. طب تحريض الاباضه والحفاظ على البويضات هو بيصير ما قبل البدء بعلاج الشيميوثيرابي؟ نعم، صح. يعني هي كيموثيرابي، بس تبلش المره كيموثيرابي بلش الافيه نيجاتيف، خلص ما في بقى عوده. فنحن بنقول لهم بعطونا اياها بالاول، بيقول لي مثلا انا حكيم السرطان بدنا نبلش علاج كيميائي بعد اسبوعين، بقول له عال بعتها اليوم دغري بنشوفها بنبلش. فنحن يعني الطرق اللي عندنا اياها موجوده تساعد المراه قبل الكيموثيرابي. اوكي، هلا في غير طرق، لكن بتضل الجولد ستاندرد هو الحفاظ على البويضات. اكيد اذا المراه متزوجه في عندنا اوبسيون حفاظ على الاجنه، هذا الشيء بينحكى معها ومع زوجها اكيد. يعني في عده علاجات غير، بس نحن على طول بنجرب نبلش بهيدي. قديش مده قديش ممكن نحافظ على البويضات؟ وانس بيتجمدوا البويضات او الاجنه او حتى البذره عند الرجل خلص بيتجمدوا، ما في سنين معينه ابدا، خلص هن they are stopped they are locked in time، ما في ابدا تاثير سلبي على المرأة. نحن بناخذ بالاعتبار بعدين اكيد، بس تخلص علاجها بس تصح امتين فيها تحبل اكيد، وهذا موضوع ثاني. صحيح. طب ما بعد الانتهاء لكام من العلاج والتعافي، من بعد قديش معقول هيدي المرأة تكون هي جاهزة للحبل يلي ما راح يكون في تأثير سلبي عليها ولا على اكيد الولد اللي راح يجي؟ اكيد. سو نحن اول شيء بعد ما نعمل علاجاتنا
بتخلص المرأة الكيموثيرابي تبعها يوجولي نحن بنقول إذا بحق إجمالا لازم أتليست 6 أشهر من بعد آخر علاج كيموثيرابي إذا بده يصير في شيء عند الرجل أو عند المرأة. أوكي، ولكن إجمالا مثلا نحكي سرطان الثدي، نحن بنعرف إنه خطر إنه يعود سرطان الثدي أكثر شيء أول سنتين، فإجمالا حكيم السرطان ما بينصح يصير في حمل بها فترة السنتين. نحن كوننا جملنا البويضات بنعرف إنه هالوقت اللي عم بيقطع ما حيأثر كتير سلبا، لأنه نحن عنا البلان بي. أوكي، بعض الحالات مثلا إذا كان سرطان الثدي فيه علاج هرموني ما بينصحوا الحمل قبل 5 سنين، فنحن على طول بده يجينا الأوكي من حكيم السرطان، وبهالحالات في أخذ وعطاء. يعني مثلا إذا مرأة عمرها 43 44 سنة صار والبلان تبعها تاخذ علاجها بعد 5 سنين، نحن بنقول له انه صحيح نحن جمدنا بويضات او اجنه ولكن ما فيها تحمل مرة على 50. فهذا الشيء بيتاخذ بعين الاعتبار، لكن بس يجينا الجرين لايت اجمالا سنتين بعد اخر كيموثيرابي نعتبر انه صار فيها صح، الا بالحالات اللي عندها علاج اطول يمكن تروح لخمس سنين. في حال تم استئصال الثدي هذا الشيء بيأثر؟ لا ابدا، أبداً. يعني أبداً. الجراحه ابدا ما بتأثر على موضوع، وحتى علاج اشعه على 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 منطقه الثدي ما بتأثر. ببعض غير حالات سرطانيه مثلا سرطان بالركتوم او بالكولون او حتى بالمبيض، بهالحالات الاشعه بتأثر. دونك هون في عندنا احنا علاجات جراحيه غير التحريض والتجميد الابويضات او الاجنه، بتجي بارالل مع ال نعم. مع الشيك عم بيجي احنا اتس ان انتجريتد بلان، يعني احنا مش بس بنحق، يعني احنا بده يجي لعنا بنحكي مع الحكيم شو ناوي تعمل له، اي جراحه، اي راديو ثيرابي، اي، ونحن على اساسه بنشتغل على الموضوع. في حال يعني ما تم الحبل بطريقه طبيعيه لكثير اسباب طبيه، من المحتمل اللجوء للانفيترو بهيدي الحاله لانه صار في اصابه بالسرطان؟ هي مشكله الكيموثيرابي عم نحكي اجمالا انه بتاثر على نوعيه البويضات وعلى كميه البويضات، ولكن مثلا اذا مرأة صابت سرطان عمر 30 حافظت او ما حافظت نحن على البويضات تبعها، بس جرب تحبل بعدين، اكيد اول شيء بنشجعها تجرب لحالها. فنحن بنشوفها بعد سنتين مثلا قال لي حكيم الكونسير خلص صار فيها، بنعمل فحوصات بنشوف مخزون بويضات عندها، بنشوف اذا رجع قلها على الميعاد، اذا كل شيء تمام بتجرب لحالها تحبل. اذا ما قدرت تحبل لحالها وبعد فينا نحن نساعدها، اكيد بنعمل لها تحريض اباضه، بنعمل لها انفيترو من اول وجديد، وبيضلهم في عندنا هوليك يمكن لتاني ولد او حتى لتالت ولد او حتى بلان بي. فالمرأة فيها تحبل بعد السرطان، الحبل ما عنده ابدا افيه نيجاتيف، يعني مش انه بيزيد خطر المعاوده اذا هي حبيت، بالعكس بيحميها. فاذا نحن بنطمنهم خلص خلصت من السرطان صار فيها نحبل. شو هي السبلمنتس او الفيتامينز يلي معقول تاخذها من بعد ما تخلص العلاجات لتقويه هالجهاز يلي يعني نوعا ما تاثر؟ صح، هو مشكله بالبويضات وحتى كمان بالبزل عند الرجل انه هالافيه يكون ايريفيسيبل، يعني يمكن ما ترجع. مشان هيك نحن بدنا نجرب على طول نجمد بويضات، لانه ما بنعرف في منهم بيرجع بيقل لي عندهم منه لا. الفيتامينز ومنشطات وكذا ما في شيء اثبت اليوم فعلا انه في ساعد، ولا حتى الفوليك اسيد يلي فوليك اسيد للحبل نحن عم نحكي كنوعيه بويضات او هيدا ما في شيء للاسف. يعني نحن اليوم حتى نتائج الانفيترو عند مراه المخزون تبعها قشط من وراء العلاج منا مثل وحده مش عامله علاج قبل. اوكي، يعني ايام مثلا للاسف بيجوا لعنا مثلا يمكن مش قادرين يعملوا العلاج مثلا مثل ما قدروا يعملوا حفاظ على الخصوبة وكذا. في عنا الترناتيفز، بس بضل نحن لازم على طول نجرب الافضل شيء للمراه تنساعدها لبعدين. اذا لا اكيد في عنا غير طرق، ولكن جولد ستاندرد هو اكيد الحفاظ على البويضات والخصوبه بلبنان. قديش هو يعتبر من يمكن لبنان الرائد بهذا الموضوع؟ فعلا نحن يعني احنا اصلا بعلاق بكل شيء علاجات للعقم، وهيك فعلا كنا رواد بالمنطقه ولا نزال يعني. والحفاظ على الخصوبه نحن طورناه بلبنان من زمان، وهلا يعني صار في وعي اكثر، لانه كمان نحن هلا بطل تابو، بطل تابو 100%، رجع السرطان بطل تابو، صار يطلعوا عالم بيحكوا بيخبروا شو صار معهم، صار في عنا حالات حبل من بعد سرطان، نحن حتى ببلشنج ريزلتس تبعنا سرطان ثدي، سرطان الرحم، سرطان الرحم حتى سرطان المبيض، في عنا كثير حالات تم حفاظ على الخصوبه وصار في حمل من وراهم. فنحن بلبنان كل التقنيات الموجوده، وقت صار في عنا ازمه الكهرباء وهيك قطوا هم العالم. ايه طبعا كل علاجاتنا نحن ما لها علاقه بالكهرباء، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، نحن بس بدنا يكون في وعي. ببعض الحالات للاسف حكمة هنس حكمة السرطان ما عندهم بعض هالريفلكس يحاولوا، يعني احنا في كثير نساء بيجونا هي بتقول له طب حكيم انا سمعت انه والله هالعلاج بياثر، بقول طيب اوكي روحي شوفي. نحن عم نضل نجرب نعمل وعي. اليوم بتعرفي حتى في سوشيال بريزرفيشن في كثير نساء بعمر الثلاثينات ما عندها بعد شريك او شيء، اي ما عندها بلان، فهيدا الوعي موجود. انا عم تجي عم تقول انا بدي جمد، فليزون دو بلوس اذا في سرطان او اذا في مرض مزمن حفاظ على العصوبه كثير مهم، لانه هالتقنيات بتزبط موجوده بلبنان واثبتت فعاليتها.
يعني نحن اكيد بنشجع كل النساء انه يحكوا وكمان يروحوا عند اختصاصيين مثل حضراتكم للحفاظ على الخصوبه، لانه صحه الانجاب والانجاب وتكوين عائله هي كمان من اولويات النساء، وهي شيء مثل ما اقول بليزير. يعني اذا بنفكر انه نحن قادرين نرجع نجيب اولاد، اكيد المرض يعني 50% من هالضجيج تبع المرض بيختفي عنا، فاكيد يعني ضروري انه نلجا لاختصاصيين بهذا المجال، لانه صار متاح الموضوع والطب تطور على امل اكيد يعني ما حدا ينصاب، بس أكيد. للاسف يعني أكيد. سرطان موجود وبكثره لانه اللايف ستايل تبعنا تغير. شكرا كثير لك دكتور هادي الهاشم، جراحه نسائيه وتوليد واختصاص عقم والحفاظ على الخصوبه، والمدير الطبي لمركز مار يوسف الطبي بالاشرفيه، يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا بريك ومنتابع معكم، خليكم معنا.